الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. السلام عليكم، تفضلوا استريحوا، تفضلوا. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الحضور الكريم، أطيب التحية إلى حضراتكم. لا تكاد تمر أسابيع بل هي أيام إلا ولنا معكم موعد ولقاء، موعد لافتتاح جديد ورصيد جديد يضاف إلى ثروة الوطن، في مشاريع جديدة أو طرق ومحاور تسهل على الناس حياتهم وترفع قدرة الاقتصاد المصري الذي بات يشهد له القاصي والداني دون ريب أو مواربة، ولقاء ملؤه الأمل والمكاشفة والشرح والتخطيط العلمي والبحث المدقق لتحقيق سبل الحياة الكريمة للمصريين. الحياة الكريمة التي لم تعد اسما أو عنوانا لمبادرة ومشروعات فحسب، بل صارت وتصير معنى محققا لنمط حياة الملايين من أبناء هذا الشعب. وها نحن اليوم على موعد جديد لافتتاح عدد كبير من المشروعات المختلفة، ومنها مشروعات الإسكان، حيث نشهد افتتاح أكثر من 50,000 وحدة سكنية جديدة تضاف إلى رصيد المعمور المصري. هذا بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية والطرق والمحاور ومشروعات للشباب والرياضة بمقاييس تتناسب وتتسق مع حياة لائقة بالمواطن المصري. حياة متكاملة في مجتمعات تتحقق بها كافة احتياجات المصريين وفي قلبهم شباب هذا الوطن، من فرص عمل حقيقية وتعليم جيد وصحة ورياضة وغيرها من احتياجات الحياة. وخير ما نبدأ به آيات من الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ خالد الجرحي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. صدق أصدق من قال.